مساء الخير او صباح الخير اينما كنتم. معاكم دكتور ماجد المنقبادي، بتتفرجوا دلوقتي على قناة طب وتنمية بشرية، ومعلومة سريعة، معلومات طبية ونفسية لمعوقات المذاكرة الجيدة. في صعوبات بتواجهك تعوقك عن المذاكرة الجيدة، ودي عليك انك تكتشفها وتحاول تتغلب عليها عشان تخلي المذاكرة بتاعتك كويس. من وجهة نظر العلم والطب، أهم الصعوبات اللي بتواجهك أو بتواجهك هي عدم القدرة على التركيز أثناء المذاكرة، فتفقد وقتك منك أنت بتنط من درس لدرس ومن مادة لمادة وأنت مش مركز. مهم جدا التركيز، نغذي المخ. عملنا لكم حلقة عن غذاء المخ، حط لكم اللينك بتاعها. وقلنا في العلاج الطبي أن أقوي خلايا المخ زي ما قلنا بالمواد اللي بتزود التركيز، وأقوي الأعصاب. أقوي الأعصاب أو بمعنى أصح أهديها. تهديها بقى بأكلة خفيفة دافية، بمشروبات بسيطة زي الشاي، اليانسون، الليمون. وكمان من أحسن المشروبات لغذاء المخ ولهدوء الأعصاب هو الكاكاو، والكاكاو باللبن. مع نصيحة خاصة، بلاش قهوة ومكيفات ومواد غازية، لأن ده بيأثر بالسلب على أعصابك وعلى بخك، بيخليك متوتر ما تعرفش تذاكر. طبعا ضياع الوقت برضو مرتبط بدروس خصوصية او باللعب او بوقت اللي احنا بنضيعه في حاجات تافهة. عشان كده نصيحة، استغل الوقت، ودي نفسك برضو بريك تفرفش فيهم شوية وكده. لكن انا شخصيا ليا تجربة في الثانوية العامة، ان انا خرجت في شهر مارس، يا جماعة في اخر شهر مارس، من كل دروس خصوصية وتفرغت للمذاكرة والمذاكرة بعمق، وعشان كده دخلت كلية الطب وجبت مجموع كويس. فنصيحة، حاول تكون أمين مع نفسك الفترة الأخيرة قبل الامتحانات وتركز، سواء بقى كنت في الكلية أو في ثانوية عامة أو في إعدادي، ركز كويس قوي في الفترة الأخيرة، لأن ده لازم تكون صادق مع نفسك. أسأل نفسي الصفحة دي ذاكرتها ولا؟ دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية، تراكم الدروس وعدم القدرة على تنظيم الوقت، دي من أهم أسباب معوقات المذاكرة. لما تتراكم الدروس فوق بعض، ودرس فوق درس فوق درس، تيجي تراجع تلاقي الناس وصلت الباب السابع وانت لسه ما راجعتش الباب الاول. عشان كده دايما يوم بيوم، اسبوع باسبوع، ما تسيبش وقت فراغ كبير بين فتره مذاكره وفتره مذاكره تانيه. كمان علاج علمي لتراكم الدروس ولضياع الوقت، ان انا انام في مواعيد كويسه واصحى في مواعيد كويسه. الانسان بينام 7 ساعات متواصلة او 9 ساعات متقطعة، بحيث انك انت تحاول تعمل توازن 9 ساعات متقطعة او 7 ساعات متواصلة. كمان الحاجات المهمة والجميلة اثناء المذاكرة، انك انت ممكن تسمع موسيقى هادية، مش موسيقى صاخبة، وتبتدي دايما بالمادة اللي بتحبها، بس متديهاش وقت طويل، افتح نفسك بيها زي فاتح للشهية، تدخلك في مود المذاكرة. بعد كده بقى تدخل في المادة الصعبة الكبيرة اللي انت عايل همها. وعملنا لكم حلقة بتاعت ايه، كل الضفدع اولا، ده كتاب تنمية بشرية جميل جدا، هحط لكم الرابط بتاعه. اخر نقطة شايفها من وجهة نظري تعوقك عن المذاكرة الجيدة، انك تكره مادة معينة او تكره مدرس معين او زمايلك اللي قبل كده اللي منجحوش في المادة دي او مجابيش فيها مجموعة، لك المادة دي صعبة، دي امتحاناتها معقدة. والحل انك تديها حقها، انك تديها وقت، هتلاقي نفسك مش ناجح فيها بس، هتلاقي نفسك متفوق فيها، لان كله بيكرهها وكله بيبعد عنها. الراحة النفسية بقى اخر نقطة مهمة جدا، بلاش بانيك، بلاش ذعر، لان ده بيضيع نص الاسئلة وبيضيع نص الامتحانات. تلاقي الانسان الهادي البسيط يجاوبك على اي سؤال ببساطة، حتى لو مش عارف ما يتهزش، وممكن يحلل السؤال ويجيب لي نتيجة. بتشوفوها بمسابقات من سيربح المليون وغيره في التلفزيون. اتمنى كل حلقة عجبتكم، دي كانت معلومة سريعة عن المذاكرة الجيدة. عملنا لكم قبل كده حلقات عن أهمية التعليم وعن الفهم أهم من الحفظ، وعن المذاكرة وعن المدرس، هنحط لكم اللينك بتاع المجموعة كلها في قوائم التشغيل في آخر الفيديو. مستني أسئلتكم ولايكاتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنمية بشرية.